السلام عليكم، زي الحال؟ معكم دكتورة سارة. أنا اليوم جاياكم في الحقيقة بفيديو إن شاء الله سريع. وبداية الفيديو أنا عاوزة أقول مبروك، ألف مبروك لأهل فاشر، رفعوا راسنا بنصرهم العظيم، وأرجو إنه تليه الانتصارات وتليه كل الأخبار الجميلة من كل ربوع السودان. وأنا بتمنى إنه كل مدن السودان تحذو حذو أهل الفاشر وتقيف الوقفة دي، لأنها وقفة مشرفة، لأنهم ناس فعلاً قاموا لحماية بلدهم ولحماية أهلهم. فالشكر كل الشكر ليهم، وأرجو إنه نسمع كثير من النوع ده من الأخبار. أنا والله في الحقيقة عاوزة أشارك معاكم فيديو مر علي في الميديا. أنا ما أعتقد إنه فيديو جديد، لكن مؤثر، وبعدين بيشرح نحن بنتعامل مع شنو بالضبط. يعني شفتوا يا جماعة، الناس اللي عاملين فيها إنهم ماخدين موقف من الجيش لأنه تاريخيا الجيش ده سوى وسوى، ولأنه والله أنا دراي وأنا بدست جيش ما نافع وما بعرف والحاجات دي. رجاء بالله أفهموا مدى المشكلة، أفهموا عمق المؤامرة، أفهموا ليه الناس ديل بيسووا في بيسووا فيه ده. أنا في أكثر من فيديو سابق ذكرت إنه القصة متشابكة، وكل شخص وكل جهة مشاركة في المؤامرة دي كل عنده الأجندة بتاعته. ولكن كده نحن نستمع للأجندة بتاعت الجنجويد نفسهم، أسمع الراجل ده بيقول في شنو، وأفهمه كل الحاصل بالنسبة للناس دي مكبوبة علينا الكب ده كله، وجايين ومستعدين يموتوا ومستعدين يسووا الكلام ده كله ليه. بالنسبة له هو والناس اللي معاه، الجنجويد اللي معاه اللي بيقاتلوا ديل، دي القضية. بالله خلونا نشوف. والله قبل كده ما بدأت ولا بتبقى كلام لك واضح، ولا بنخش عليك ولا بتبقى والله. وزي ما قال القائد حق المتحرك المشي عليه أضبره، والله قال على العيال كده حق النقاط، الطفل حقك قاعد فوق حكر ما كده، والله كان يشيل وين حكر ما كده، وانفض في الأرض وندوس على بالتكتب ما عندنا القرآن. ونحن نلعب بطاقة نقاتل المسيرية والرزوقات، ونقاتل كده كل القبيلة حقت عطاء، وكل نقاتل كده لما يقوم سد وبعد تقتنع البلد يمسكوها. لكن نحن قد قاعدين كده على وش الأرض، والله من غني إلا كان نكمل السد، ونحن قاعدين لكم في أي اتجاه. كان فوق برا قاعدين، وكان فوق فندق قاعدين، وكان فوق المراوح حقتكم دي قاعدين، وكان منتظرين برهان إنه يجيب لكم انتصار ويجيب لكم نصرة. والله يا برهان ما عندي لكم نصر، ما عندي لكم نصر. وأنا إحنا البرهان ذاته بينا مش لنا فبر صدق، وقاعد حقنا كان حق عمك الشيء بهذا كان اسمه تلك، والتاني عندك اللي اسمه حق الشيء بالضرار هذاك اللي يطلع كل مرة يهدد في الدعم السري. والله كلكم جايين وأديكم أدب، والله لازم ننظف السودان بنظافة. بس التاني حكومة ما في لكم، أنا إحنا ذات التاني، أنا إحنا دولة، أنا إحنا ذات الدولة. والشعب السوداني خلاص، أنت كده البركة جبت الحول لنفسك وجبتها لنفسك بركة وقدرة. والله كلكم ذنبي، والله ما نخلي السودان، أقيد الشعب كله نخليه يجيب شعب جديد حقنا، كان النيجر الموجود في النيجر، العربان حقنا النيجر، والعربان حق أفريقيا الوسطى، والعربان حقنا تشد،
كله كان بيقول لكم خطكم في السودان وبيتكم السمي حتى عجبكم والله تاني إلا كان تشوفها في التلفزيون في لول كيزان جبنا كل الشعب السودان في لول كيزان جبنا ونحن من اوكي طيب شفتوا الكلام ده كيف مليان، هي دقيقتين وحاجة لكن كلام مليان. الزول ده بالمناسبة ذكر كل الحقائق اللي نحن محتاجين نعرفها كشعب عشان كل زول فينا يشيل بندقية ويقاتل في الميدان. أي حاجة نحن محتاجينها عشان نفهم القضية دي قدر شنو ونحن المفروض نعمل شنو كشعب، ذكر لكم في الفيديو ده. أوكي؟ أول حاجة هو يتحدث بوضوح شديد جدا جدا عن انتمائه لدولة العطاوة، وذكر طبعا السودانيين اللي منتمين لهذه القبائل العطاوة دي اللي هم المسيرية والرزيقات. وده ذكر، يعني ما في زول حيتبلى هنا، أنا ما قاعد أتبلى عليهم. ذكر القبائل دي بيدل على انهم وراء كل هذا الامر، ولموقفهم الحالي بيدل على انه هم فعلا كده يعني. اوكي؟ وذكر بوضوح شديد بيوتكم اللي عاجباكم دي نحن حناخدها، وحنجيب ناسنا عربان نيجر افريقيا الوسطى وتشاد. عرفتوا انه القصه يا جماعه، يا جماعه فهمتوا انه القصه كلها انهم عاوزين يهجروا هذا الشعب السوداني اللي هو ذكر بكل وضوح، قال نحن انتوا جبتوا الهوى لروحكم يا شعب يا سودان. بمعنى شنو؟ انتوا ما رقدتوا انبطحتوا زي ما نحن دايرين انكم تعملوا، وبالتالي قاومتونا وبالتالي تتحملوا جايكم يا شعب يا سودان. ده دليل على انه هو فاصل روحه تماما من هذا الشعب السوداني، لا ينتمي له ولا عنده له اي نوع من الرحمه ولا الحب. اوكي؟ وناوي يقتله وينكل به. والزول ده يتحدث عن مجموعه كامله، ما بيتحدث عن نفسه، ده ما بس هو كل المجموعه اللي معاه دي بيفكروا بنفس الطريقه. والناس المفروض يعني تكون سمعت عدد من الفيديوهات بيتكلموا بها اشخاص مختلفين بنفس النبره وبنفس المنهج ونفس النقاط. نحن حنمشي شندي ولا نمشي عضبرة ولا نمشي ما بعرف وين ولا مروي ولا غيره، ونشيل الأطفال من حجر أمهاتهم نضرب به الأرض ونمشي فيه بالتحجر. الكلام ده طبعا ما خيال، الناس فاكرين إنه إيه ده كيف لا نو 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 نو، ده ما خيال، دي أمور حدثت في هذا البلد ولأهل ونساء وأطفال هذا البلد أيام أحداث دارفور في بداية الألفينات. ده الأسلوب اللي اتبعوه، يشيلوا الطفل من أمه ويلوحوا به، يخبطوا به حيطة، يخبطوا بالأرض، يرموه في النار. ده نوعية البشر اللي في كثير من السودانيين دلوقتي متعاطفين معاهم وفاكرين إنه عندهم قضية. هي دي المشكلة الكبرى اللي عملت تشويش وارتباك في عقول الناس، إنه لفوا راسهم بالكلام. جو السياسيين دي لما قالوا لهم الكلام كده ونظفوه، قال لي أمشي قول فلول، أمشي قول دولة 56، أمشي قول هامش، تلقى ناس كتار ماشيين وراك. وده اللي حصل. ولكن القضية في الأصل هي إنه دارين بيتك، دارين حقك، دارين بلدك، دارين أرضك، داري مويتك، شفت كل اللي انت قاعد فيه ده؟ ده دايرينهم. وما غشاكم ولا دس عليكم، قال لكم عربان عربان النيجر افريقيا الوسطى وتشاد يسكنوا محلكم بس. نحن ما عندنا لكم اي رحمه وما عندنا لكم اي حاجه يا شعب السودان. ولو انتوا فاكرين البرهان هيجيب لكم نصر، تبقوا ما عارفين حاجه. ونحن لحد ما نخلص ست ما حنوقف هذا الحرب، هذه الحرب. أنا ما عارفة صراحة يعني أكتر من كده، أكتر من كده نحن كشعب
وأهل وأسياد لهذا البلد. ها؟ عايزين نسمع شنو من شخص معتدي؟ عاوزين نسمع شنو؟ عشان نحن كلنا عن بكرة أبينا نقيف وراء هذا الجيش عشان ينتصر ويخرج هؤلاء المعتدين من هذه البلد. أنا ما عارفة نحن دايرين شنو أكتر من كده، ولكن هذا قال ليكم، وده ما الوحيد بالمناسبة، زيه كتار بيقولوا في نفس الكلام وبيسوقوا في نفس النغمة ونفس المنهج. فيبقى بس عشان ما يعني أكتر الكلام، كل زول فاكر نفسه دلوقتي هو من الذكاء بمكان إنه وصل يعني لقناعات عن البلد دي ولا عن الحرب دي، ولا هو عنده فكرة عبقرية إنه الجيش ده ما بعرف أنا أجيب ضده عشان ما دي زول وهمان. أنت زول وهمان لأنه أنت ما فاهم أبعاد هذه المشكلة، وأنت ما فاهم إنه حتى لو دلوقتي رقدوا ليك واستفادوا منك وادوك قروش وقال قربوك منهم وبتاع، حيجي يوم لأنك أنت ما عطاوة حيمسحوا بيك الأرض ويشيلوا حقك وينكروا بيك، وده حصل مرارا وتكرارا في دارفور. أي زول تعامل معاهم بإنسانية وبأخلاق غدروا بيه، أي زول تعاون معاهم في النهاية جو غدروا بيه. وأنا ما مضطرة أذكر لكم الهيستوري بتاع الناس دي، اللي عندهم حاجة واحدة، دولة عطاوة في السودان وحكم مطلق في السودان. لا مواطن السوداني ده غير إنه قاعد في سكته ما عامل حاجة. فيا جماعة رجاء أدعموا جيشكم ده، وقفوا وقفة أهل الفاشر، وأرفعوا هذه البلد وكيانها واسمها في السماء. رجاء، شكرا لكم.